بسم الله الرحمن الرحيم. هلو ايفريوان، توداي وي ويل ديسكاس اوليفر تويست ستوري. هنبدا نقول الديالوج ده ونشوف الكاركترز اللي موجوده في شابتر 1 من قصه اوليفر تويست. شي لوكس لايك ا ليدي، اي وندر هو شي از. هي تبدو كانها سيده قصر، انا بسال هي بتكون مين. اللي قال طبعا الجمله دي ذا اولد نيرس. How dare you say you are hungry? You will stay in this cellar with no food at all. Then you will be hungry. You ungrateful boy. اللي قال الجملة دي، كلمة دير يا ولاد معناها تجرؤ، كيف تجرؤ. اللي قال الجملة دي ميسيز مان، بتقوله ازاي انت تجرؤ ان انت تقول ان انت جعان، انا هحبسك في البدروم من غير اكل. ساعتها بقى هتعرف ان انت فعلا جعان. You are 9 years old now. انت عندك 9 سنوات الآن أوليفر، and it's time you started work. وده الوقت ان انت تبدأ فيه تشتغل. You are going to come to live in my work house. هتيجي تشتغل في دار الرعاية عندي، هتعيش فيها يعني. What do you think about that؟ ما رأيك في هذا؟ لقال الجملة دي مستر بامبل. Will she be going with me؟ طبعا اللي قال له الجملة دي هي هتيجي معايا. أوليفر بيسأله على ميسيز مان. No, Oliver, Mrs. Mann will stay here. هتظل هنا. But she will come and visit you sometimes. هتيجي وتزورك أحيانا. اللي قال الجملة دي مستر بامبل. We feed our boys will hear Mr. Bumble. إحنا feed يعني بنطعم أولادنا. Will يعني جيد، يعني إحنا بنطعم أولادنا كويس هنا يا مستر بامبل. اللي قال الجملة دي ميسيز مان. I'm sure you do, madam. Come along now, Oliver. أنا متأكد إن أنتي بتعملي كده يا مدام. يلا يا أوليفر تعالى معايا. ده مستر بامبل. We should ask for more food. إحنا لازم نسأل على أكل زيادة. اللي قال كده طبعا الفيرست بوي. Who going to ask for more؟ رد بقى السكند بوي، بيقول له مين اللي هيروح يسأل. راحوا الاتنين اجتمعوا مع بعضيهم. الولد الأولاني، لسه الولد الأولاني الفيرست بوي، قال له أوليفر تويست. يبقى الولد الاولاني قال له احنا لازم نسال على اكل زياده. التاني قال له ايوه احنا هنسال على اكل زياده، مين اللي هنختاره؟ الولد الاولاني الفيرست بوي قال اوليفر تويست. بعد كده هما الاثنين الفيرست بوي والسكند بوي اجتمعوا هما الاثنين وقالوا جو اند اسك فور مور، وقالوا لاوليفر روح واسال على اكل زياده. بليز سير اي وونت سام مور، من فضلك سيدي انا عايز بعض المزيد. ده الاوليفر. More, I will give you more. مزيد، أنا هديك المزيد دلوقتي. لقال الجملة دي زمان with the big boat، الراجل اللي عند الإيه الحلة الكبيرة. He is very ungrateful. لقال الجملة دي one of the manager، واحد من مديرين الدار الرعاية. We must send him away. يجب إن احنا نطرده برا الدار. Let him become an apprentice. خلينا نخليه صاحب حرفة. ده واحد تاني من مديرين الدار، another manager. I will take the boy, Mr. Bumble. I need new apprentice. أنا عايز واحد صاحب حرفة جديد. اللي قال الجملة دي مستر سوربيري، قالها لمستر بامبل عشان لما راح ياخد أوليفر. You ungrateful boy. ده الجملة دي قالها مستر بامبل. No, sir, I am not ungrateful and I will be good, but I am very little boy and it's so. ده اللي قال الجملة دي أوليفر. مستر بامبل قال له سو وات؟ أوليفر قال له سو لونلي سير، سو فيري لونلي، أنا وحيد يا سيدي وحيد جدا. تعالوا بقى نشوف الكويتشن. نمبر 1، شي لوكس لايك ا ليدي، اي وندر هو شي از. هي تبدو كأنها سيدة قصر، أنا بسأل هي مين. لقال الجملة دي ذا اولد نيرس، السيدة الممرضة الكبيرة القديمة. The old nurse said this she was talking about Oliver's mother. كانت بتتكلم على أم أوليفر. Because she didn't know who she is. لأنها مكنتش عارفة هي مين. Number 2. How dare you say you are hungry? You will stay in the cellar. قلنا cellar يعني بدروم. With no food at all. كلمة دير يعني تجرؤ، ازاي تجرؤ ان انت تقول ان انت جعان، انا هحبسك في البدروم من غير طعام خالص. اللي قال الجملة دي ميسيز مان، said this she has beaten، كانت بتضرب الاطفال children because they said they were hungry، عشان كانوا بيقولوا لها ان هم لسه جعانين. نمبر 3،
It's time you started work. You are going to come to live in my workhouse. ده وقت الشغل، انت هتيجي عشان تعيش معايا في دار الرعاية بتاعي. مستر بامبل اللي قال الجملة دي، مستر بامبل قالها لمين؟ قالها said this to Oliver. Oliver was 9 years old، عنده 9 سنين، and that the time he would work at the workhouse، وده الوقت اللي بيشغلوا فيه الولاد في دار الرعاية. For will she be going with me؟ هي هتيجي معايا. اللي قال الجملة دي Oliver said this to، كان بيسأل، he asked Mr. Bumble، كان بيسأل Mr. Bumble if Mrs. Man was going with him to the workhouse. بيسأل Mr. Bumble هل سيدة مان هتيجي معايا في دار الرعاية التانية ولا لا. 5 we feed our boys well here، احنا بنطعم اولادنا كويس هنا. Mrs. Man said this to Mr. Bumble، Mrs. Man قالت الكلام ده لمستر بامبل. When he came to take Oliver، لما جه ياخد Oliver to the workhouse. But she lied to him because she didn't give the children enough food، ما كانتش بتدي الأولاد أكل كفاية. 6 Please sir I want some more، من فضلك سيدي أنا عايز المزيد. طبعا اللي قال الجملة دي على طول Oliver said this to the man with the big boat، قالها للراجل اللي عنده الحلة الكبيرة اللي هو الطباخ يعني. Oliver and the children didn't have enough food. Oliver والولاد اللي معاه didn't have، يعني ما بيحصلوش على أكل كفاية، enough food. He wanted some more. The man was very angry. الراجل كان حزين جدا ومتضايق يعني. He hit Oliver، ضرب Oliver with his big wooden spoon، وضربه بالمغرفة الكبيرة الخشبية بتاعته. 7 We must send him away، يجب ان احنا نطرده. Let him become an apprentice. It said by one of the workhouse manager، ده واحد من مديرين الدار اللي قال كده. He wanted to get right، get right يعني اتخلصوا منه، of Oliver by sending him away، ان هم يطردوه برا الدار. 8 I will take the boy I need a new apprentice، اللي قال كده مستر ساور بيري، قالها لمستر بامبل. مستر بامبل made a note for 5 pounds to the person who would take Oliver as an apprentice. مستر بامبل عمل زي نوت ملحوظة كده كاتبينها على الباب، ان هيدي 5 جنيهات للراجل اللي ياخد أوليفر يعلمه حرفة. 9 You ungrateful boy، لقال الجملة دي مستر بامبل said this to Oliver when Mr. Bumble was talking taking Oliver taking him to Mr. Sowerberry، قالها مستر بامبل لأوليفر لما كان ماشي في المدينة وواخد أوليفر في إيده ورايح عشان يوديه للمحل بتاع ساور بيري. He saw Oliver crying، لأبي إيه عمال أوليفر يعيط، راح مستر بامبل thought that Oliver was ungrateful boy. فرقم 10 No sir I am not ungrateful I will be good but I am very little boy and it's so lonely. أوليفر قال الجملة دي لمستر بامبل. He said he wasn't ungrateful boy، هو مش ولد ناكر للجميل. And he would try to be good، وهيحاول يكون كويس. But he was afraid، afraid يعني هو خايف من loneliness اللي هو ان هو يكون وحيد، خايف انه يعيش وحيد، خايف من الوحدة. هنيجي بقى على question، نبدأ نحل question. Question with answer. Number 1 when does the story begin، القصة بدأت امتى؟ it begins in the years of 1820، 1820. Describe Oliver's mother، اوصف ام اوليفر، بتقول عليها ان هي كانت poor sick young woman، she was poor فقيرة but she was beautiful، لكن كانت جميلة. بتقول ان وشها كان اصفر، poor sick young woman، سيدة صغيرة السن مريضة وصفراء اللون. She was poor فقيرة but she was beautiful، لكن جميلة. 3 who called the baby Oliver، مين اللي سمى البيبي Oliver؟ the old nurse، الممرضة القديمة او الممرضة الايه الكبيرة. 4 who cared for the orphans، مين اللي كان بيرعى الايتام دول؟ Mrs. Mann. 5 how did Mrs. Mann deal with the orphans، ازاي كانت بتعامل الاورفن الاولاد الايتام،
she was cruel. cruel كانت قاسية عليهم، بتزعق لهم and beat them وبتضربهم. 6. How long did Oliver live under Mrs. Mann care؟ قد ايه او كام المدة اللي عاشها اوليفر تحت رعاية كير، يعني رعاية تحت رعاية ميسيس مان. طبعا هو قعد لحد 9 سنين وجي مستر بامبل اخده، يبقى 4 9 years. 7. How did Oliver celebrate؟ celebrate يا ولاد معناها احتفل. His 9th birthday، ازاي يعني هو احتفل بعيد ميلاده التاسع؟ He celebrate it locked، يعني اتحبس، وهو احتفل بيه محبوس. In a cellar، في البدروم. With 2 other boys، مع ولدين تانيين. Mrs. Mann had beaten them، كانت بتضربهم. Because they said they were hungry، عشان كانوا بيقولوا ان هم جعانين. 8. On Oliver 9th birthday، something happened which changed his life. Discuss. في عيد ميلاد أوليفر التاسع، في شيء ما حدث غير حياته. Discuss. اشرح القصة دي. Mrs. Mann has a visit from Mr. Bumble. Mrs. Mann جالها زيارة من Mr. Bumble، who would take Oliver to his workhouse، اللي جه عشان ياخد أوليفر لدار الرعاية بتاعته. 9. Describe Mr. Bumble، اوصف لي Mr. Bumble. بتقول له Mr. Bumble was an official from a workhouse for older people، يعني كان مدير دار رعاية بس للأطفال أو الأولاد الكبار. older boys للأولاد الكبار. he was a beadle، a very important man، كان راجل مهم جدا، كان بيعمل كشماس يعني زي خادم في الكنيسة. he was very fat، كان تخين، very fat. and he has an equally fat، وعنده دهون في كل حتة. oily voice، يعني صوته أجش وتخين. number 10. What did Mrs. Mann do for Oliver before he went with Mr. Bumble؟ عملت ايه عشان تظهر له يعني ان هي بتأكل العيال؟ she cut Oliver a thick slice of bread، قطعت لأوليفر قطعة كبيرة وتخينة من الخبز، وحطت له فيها بيتر، حطت له زبدة. it will and handed it to Oliver، وديتها في ايد أوليفر. 11. Describe the life in Mr. Bumble workhouse، اوصف الحياة بقى في دار الرعاية التانية بتاعت المستر بامبل. it was hard، كانت صعبة، الحياة صعبة. the boys worked long hours، هنا في اتش long hours، and the work was boring، الولاد كانوا بيشتغلوا ساعات كتيرة وطويلة وكان العمل ممل. there was never enough to eat، وما كانش في اكل كفاية برضو عشان ياكلوه. the boys were given 3 bowls of soup a day، وكانوا بيدوا الاولاد 3 اطباق من الشوربة. الشوربة دي عاملة زي شوربة العدس عندنا كده في اليوم الواحد. number 12. what food served for children in Mr. Bumble's workhouse؟ اللي هو نوع الطعام اللي كانوا بيقدموه في دار الرعاية بتاعت Mr. Bumble's. the children were given 3 bowls of soup a day، كانوا بيدوهم 3 اطباق من الشوربة في اليوم، وبيدوهم an onion twice a week، وبصلتين في الأسبوع. we a piece of bread on Sunday، وقطعة من الخبز يوم الحد بس، يوم الحد يأكلوهم عيش، غير كده بيصبوهم بالشوربة والبصل. 13. who was chosen to ask for more food by the boys، من اللي الولاد اختاروه عشان يسأل على أكل زيادة؟ Oliver Twist. 14. what did the man give with big boat do with Oliver when he asked for more food؟ عمل ايه معاه الراجل التخين لما أوليفر سأله على اكل زيادة؟ he hit Oliver، ضرب أوليفر with his big wooden spoon، بالمعلقة الخشبية الكبيرة. then he grabbed Oliver، يعني جره من دراعه arms and called out for Mr. Bumble، ونده بقى مدير الدار Mr. Bumble. 15. what did the managers of the workhouse say about Oliver؟ مديرين الدار قالوا ايه على أوليفر؟ واحد قال he was ungrateful، ان هو ناكر للجميل، والتاني قال he was very lazy، كسول، والتالت قال we must send him away، لازم نطرده بره الدار، let him become an apprentice، والرابع قال خلينا نخليه يشتغل ويبقى صاحب مهنة.
At least he will learn to do something useful. على الأقل هيقدر يعمل حاجة مفيدة. 16. What did Mr. Bumble do to send Oliver away? هو عايز يطرد أوليفر. هيعمل إيه Mr. Bumble؟ He put a note on the gate of the house. Gate يعني البوابة. حط ورقة كده أو ملحوظة كده أو إعلان على البوابة بتاع دار الرعاية، قال فيها 5 pounds for a boy، 5 جنيهات لولد، hard working بيعمل بجد، suitable for apprentice ومناسب إنه يكون صاحب حرفة. 17. How did the workhouse punch Oliver؟ إزاي ال workhouse عاقبت أوليفر، بانش أوليفر يعني عاقبته. طبعا هو حطه النوتس ديت الإعلان ده على البوابة، لسه بقى قبل ما يجي حد ياخد أوليفر فهم لازم يعاقبوه إن هو راح يطلب يعني أكل زيادة. عملوا فيه إيه بقى؟ زي locked أوليفر، حبستوه in dark lonely room في غرفة مظلمة لوحده. He cried all day، كان يعني بيبكي طول اليوم، and slept at night، وبينام بالليل. 18. Who was Mr. Sowerberry؟ قلنا he was an undertaker، زي المصارع اللي اسمه undertaker، بس كلمة undertaker معناها صاحب محل بيصنع تابوت الموتى. 19. Why did Mr. Sowerberry take Oliver؟ خده ليه؟ Because he needed a new apprentice، عايز ولد جديد يعلمه الصنع. 20. Why was Oliver crying all the way to Mr. Sowerberry؟ ليه أوليفر طول طريقه وهو ماشي رايح لسور بيري ومستر بامبل ماسكه من ايده كان عمال يعيط؟ Because he was very afraid of being lonely، لان هو كان very afraid، خايف جدا من كونه يكون وحيد. هو في الدار هنا كان بيقعد مع اصحابه اللي من سنه، فخايف يروح عند مستر سور بيري ويبقى وحيد. نيجي بقى للاسئله، هنقراها مع بعض واحنا قلناها في الشرح، بس انتوا عشان تعرفوا الاسئله وتجاوبوا عليها تختبروا نفسكم. Number one, comment on the following statement. Number one, she looks like a lady. I wonder who she is. تكتب هنا بقى مين اللي قال الجملة دي وليه والكومنت بتاعها. It's time you started work. You are going to come to live in my workhouse. 3. Will she be going with me? 4. Please sir, I want some more. 5. I will take the boy. I need a new apprentice. تبدأ بقى اكتب دول في كشكول ومن الحل اللي احنا لسه قايلينه تكتب الحل هنا، مين اللي قال الجملة والمين والكومنتس بتاعك قالها امتى. نيجي للانسر بقى. Number one, how did Mrs. Man deal the orphan؟ كان بتعاملهم ازاي. Describe Mr. Bumble، اوصفهولي. Describe the life in Mr. Bumble workhouse، اوصف المعيشة في الدار بتاعت Mr. Bumble. 4. Who was chosen to ask for more food by the boys؟ مين اللي اختاروه؟ Number 5. Who was Mr. Sowerberry؟ كده بنكون خلصنا المراجعة بتاعت شابتر 1. في الفيديو القادم ان شاء الله هنقول كلمات شابتر 2 لقصة أوليفر تويست، هنقول الكلمات وبعد كده هنبدأ نشرح القصة، وآخر حاجة هنعملها هنحل أسئلة على القصة. لو عجبكم الفيديو ننزل على طول نضرب لايك على الفيديو، سبسكرايب في القناة. لو ليكم أي سؤال اكتبولي في الكومنتس وهرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.